يسمى الزول مقران. مرحبا اسوين، ان شاء الله ديما 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 اتي لي ملاباس اسا بيان سور. نو سوم لو ماردي 30 جانفي 2024. مرحبا بكم بور سيت بروميير فيديو. كنتو تسمعوا في خالد، الشاب خالد، حتى انت طوالو جنحيك. دونك هذه لا شانسون هذه درتها سبيسيالمون على بعض الناس اللي كما قال واحد يمدوا أهمية كبيرة 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 لأي حاجة، أي حاجة تصرى يمدوا لها يردوها ان ايفينمون، alors que هو نورمالمون سي با ان ايفينمون. كانت خالد وباش ما نساوش لاكتريس، انفان لاكتريس المغنية نتاعنا ولا شونتوز نتاعنا لارتيست نتاعنا فلا عبابسه، ان شاء الله ربي يطول في عمرها. اون تري تري بيل فام كي شونت تري تري بيان، لا شونتي ان بو بارتو، دونك ربي يطول في عمرها ان شاء الله هي والشاب خالد. الوغ بعثوا لي بعض الناس البارح في الليل قالوا لي يا ولدي ماذا بيك تكلمنا على واحد الظاهره اللي صرات هذه نتاع البرقع، واليوم تلبس برقع غدوه تلبس ميني جيب، ومن بعد تولي تبدل تلبس من بعد خمار، من بعد تنحي، ومن بعد دير كاسكيطه، ومن بعد ديرها. وجابوا لي مثال بواحد الطفله انا ما نعرفهاش، على كل حاجه سي با واش ساميه، هذه ساميه طهراوي هذه، ولا ما نعرفش نلحق ما نعرفهاش ساميه طهراوي هذه، جامي نعرفها وجامي سمعت بها. وقتاش عرفتها صافي عندها بون مومون كي بعثوا لي اخرين لا ميم شوز وقالوا لي الطفله هذه راهي كانت مدايره الخمار ومدايره الحجاب وكانت داعيه على حسبهم هما. واش هي داعيه؟ سي كوا يعني حاجه كبيره؟ يعني داعيه هبطت من عند من السماء من عند ربي وجات؟ نو جو ريغريت. اسمحوا لي جاي اوبليي دو بارتاجي كوم تابيتود افيك فو مي شيغ زامي مون كافي نتاع دوزيام كافي نتاع اليوم. نقول لكم صحة القهوة النون، صحة قهوتكم، بون كافي اتوت يا توس الناس اللي راهي تشرب قهوة دركا. هايلة وهايلة بزاف بزاف. الوغ حبيت برك نقول لهاد الناس هادو ونقول لهم باللي هذه تو دابور اللبسة هذه اللبسة ولا الماكلة ولا منا هذه حاجة بخيبي، حاجة شخصية. إنسان عنده حب يلبس بيكزومبل جو سي با حب يلبس كوستيوم، إيبا يلبس كوستيوم، وكي يلبس كوستيوم واش حيتغير فيه يعني؟ واش حيولي؟
فو كرويي كيلبس كوستيم يولي حاجة كبيرة؟ ولا يولي عالم ولا يولي جو سي با ما على باليش انا واش يولي ما على باليش. وكاين حي الكوستيم يلبس غير الجين ويلبس منها واش يولي فويو واش يولي؟ راكم غالطين يا ناس راكم غالطين. مرا سيدي بون مرا لابسه الميني جيب واش هي المرا هذي؟ تاع دعارة داكوغ. والمرا لابسه البرقع وش هي؟ ملائكة. شفتوا كيفاش؟ يا خويا تعرفوا يا الله يعطيكم الصحة بارك الله فيكم برافو 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 برافو. ما نقول لكم انا بوفات ايغوغ بوفات ايغوغ باش نتفاهموا مليح. راهي اللبسة لا بي نو في با لو موان. تلبس واش تلبس تبقى انت انت، تلبسي واش تلبسي تبقي انت انت، ما تبدليش محال محال باسكو لا بي سي با سي ريان. انا اليوم دركا قادر دركا راني لابس كوستيم راني لابس كرافات وكيما قالوا دوك نروح نحيها نلبس بجين ولا نلبس سيرفاتمون نلبس نتبدل من بعد ولا واش واش ندير؟ هايا معليش دوك بعد دوك نروح نحي كلش ونروح نلبس قميص ونخلي اللحيه تولي لهنا ونجيب لكم سبحه ونهز نسخه كيما هكذا ونولي من نصف فريضه واحده اخرى. والله لا يتبدل مني حاجه. هاي سيدي والله يا لو كان نشوفه نلبس كيف اسمه هذاك القميص هذاك نلبس ربع قميص وندير اللحيه تولي تكركر على رجليا والله نبقى انا انا. الناس راحت للحج راحت للحج وجات من الحج وكونترير زعما كي راحوا للحج زعما قال لك حقه حقه باش يوليو تابوا منها يا ولا والله العظيم يعني ما حسن كي ما راحوش للحج. هاي سيدي قسما من عظما ما حسن كي ما راحوش للحج ولاو يكذبوا ولاو يسرقوا ولاو نقول لكم حتى الدعاره يديروها قسما من عظما كشوا نساء ولا رجال. هاي سيدي قاعد تحبون نحلفوا لكم. دونك اللبسه هذه ما عندها ما تجيب. هي الطفله هذه واحد وقت لبست هذا خمار وبدات كل الناس ادخلوا للجنه وادخلوا ما عرف واش ودخلوا يا سيدنا البروتوكول علاش راهي تهضر فيه علاه داعيه راهي بعثها ربي ولا هي راح بتدخل الصور في تيك توك وحب تدخل منها لبست حجاب وبدات تهضر هيا منها وداعيه ولي كون ما نعرف واش دوك نعطي لكم شويه اللبسه نتاعها باش تشوفوها ومن بعد ما نعرفش شكون يدبر عليها قال لها ندير لك بروجي ولا ما نعرف واش وشي ونحي لنا الحجاب ونحي الخمار راحت نحاتو وقالت لهم ما تسالوليش واحد ما يحاسبني وربي هو اللي يحاسبني ودركا ولات رجعت ولبست الخمار دركا وحنا نتبعو فيها احنا هاي لبست هاي نحات هاي منها. والله يا الطفله هذه اللي دركا اللي بعثتوها لي هذه تلبس الميني جيب تبقى هي هي، تلبس البرقع تبقى هي هي، تخرج عريانه خلاص تبقى هي هي، ما يتبدل فيها والو باش نتفاهمو مليح. ماهوش صافي كي يلبس البرقع واليوم ولبس الحجاب ولات ملائكه، ما توليش ملائكه يا ناس، ما توليش ملائكه، راكم غالطين، راكم غالطين. وغدوه تنحي خلاص وتخرج تلبس الميني جيب، ماهيش تاع دعاره باش نتفاهموا مليح، ماهيش تلبس الميني جيب والله ماهي تاع دعاره، أنا نقول لكم، أنا نقول لكم، تلبس الميني جيب تلقاوها باللي راهي تخاف ربي خير من وحده اللي لابسه البرقع، أنا نقول لكم، بس لابي ما فيها والو، اللباس ما فيها والو، اللباس هذا راهو حاجة عادية، حاجة ما يهفوكمش، ولا كيما قال واحد لي زابارونس سوفون ترومبوز. مال انا دوك نروح ندير لحيه وندير البرقع كيف اسمه هذاك القميص هذاك ونجيب لكم نسخه ونهزها نسخه كبيره تاع 50 كيلو هذيك نهزها كيما هكذا وكي تشوفوني قال الله الله اكبر اسيدي با 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 واش وليت ملائكه وليت انا ما كيف جيت من الملائكه انا خليونا يا جماعه تاب واش واش يتوب هذا واش اللي يتوب يا راجل فاش يتوب فاش واش كان يدير واش كان يدير؟ كان يتلاعب على الناس؟ كان يسرق الناس؟ كان يضرب في الناس؟ إذا هكذا وي، إذا هكذا واحد يضرب الناس وي، بصح ما عنده ما دخلوا في الدين، ما عنده ما دخلوا في الدين، حتى اللباس بعد اللباس، ما عنده ما دخلوا في الدين خلاص، كان لباس ديني، كان لباس ديني مكتوب في القرآن لازم تلبس الشاشية ولازم تدير قميص. ولازم تدير هذاك الصباط حتى لهنا ولا ما نعرف واش ولازم تدير اللحيه حتى لهنا مكتوبه هكذا في القران هذا حتى ولو نلقاها مكتوب في القران نعرف بلي العرب اللي كتبوها موش ربي اللي دار. يا سيدي كيفاش نتوما اللي جا كل يهفكم اللي جا كل بدا يلعب بكم بدا نتوما ان ايفينمون كانت سيدي هذه ساميه هذه معك كيف اسمها هذه برطاوي ولا طرطاوي ولا ما انا ما فهمتش كون جات شي با شكون هي الطفله هذه شتو في اورديناغ
طفله كيما الجزائريين كل اذا ما كان مش تلبس ولا تقعد كيما قال واحد. هذه حاجه تهمها، لبست الله يسهل عليها، نحات الله يسهل عليها. علاه ديروا نتوما ان ايفينمون؟ علاه تقلقوا في رواحكم؟ واي لبست وشكون انت؟ واش هي الطفله هذه؟ اعطوني هي الحمال ديكم اللي يعرفوا هذه، ماذا بكم اكتبوا لي لتحت واش هي هذه. سيتون طفله تخدم في ناسا ولا كش ما دارت كش ما لقيت بعض الاكتشافات كش ما كل عرفونا بها سيدي، خلينا نتعرفوا بها ونزيدوا والله فيليسيت. هما انا الخطره اللي فاتت حاولت باش كي قالوا لي عندها بعثوا لي نتاعها هذاك كيف اسمه تيك توك، وانا مانيش تاع تيك توك قليل ونتبعوه، خاطر قالوا لي بلي مناصيو فيها. ومن راح نقول لها يا بنتي روحي بروبوزي بلانت، فا بورتي بلانت، الناس اللي مناصيو فيك كي نحيتي الخمار ولا ما عرف واش، روحي الامن باش وين هما مناصيو فيها باش ما دريناش واش يصرالك. هذا هو ما تلبسي تقعدي تلبسي برقع، تلبسي 15 برقع فوق راسك، تبقي انت انت تبقي انت انت ما على بال ما توليش خلاص ملائكه. باش نفهموا مليح، ما كاينش ملائكه وما توليش ملائكه. تلبسي ميني جيب، ما كاينش تاع دعارة، نو ما كاينش تاع دعارة. ما نجموش نقولوا عليك كيما هك، غير اذا شافوك ناس ولا داروك ناس باش شافوك من هذيك حاجه اخرى. مي اللبسه باش نحكموا عليك على جهه اللبسه؟ لا، ما نحكموش عليك على جهه اللبسه. نو اللبسه تقدري تلبسي اي حاجه ونورمال، يمكن والو. من اللي كنت تلبسي كوستيم تولي راجل مالا هكذا، مالا غدوه لو كنت تلبسي كوستيم انت او كرافات ها وكيما قال واحد تولي راجل، ولا تلبسي قميص. ايماجين غدوه تلبسي قميص تولي راجل انت هكذا. نو تبقاي مراه، تبقاي مراه. راجل يروح يلبس قندوره يولي مراه؟ ما كاينش منها. دونك تبعوا تشوفوا معايا في هذا الفيديو نتاعها. هذا اللي وصلتني صافا شويه لا تيت صافا. الناس اللي راهم يحاسبوا فيا شغل ما خلقوني ربي، خلقني معليش ربي حاسبني معليش. انا قلعت الحجاب وشكون اللي سالني؟ خاصني ما تبغوش العقل، انتما تبغوا لي يخرج معايا. كانوا يقولوا لي بزاف كنت نقول لهم لا ولازم، انتما تبغوا لي اللي يخرج لكم بعقليه جديده. والشابه قاعده واش تقول لي؟ يقول لي صح شابة قاعدة تقول لي قلعتي الحجاب وخزنتي، صافا راكي مليحة اختي، نقلع الحجاب ونخزن مني، نخزن مني كي مني كل مني كيف هكاك حاسي روحك اختي. ما عندي ربي اللي خلقني، خاف من ربي سبحانه، كي يهديني يهديني ربي، وكي يضلني يضلني ربي، وكل شيء جميع عند ربي سبحانه، وما نخاف من حتى واحد. انا كي نجيب الحجاب نجيب الحجاب، وكي نقلع الحجاب نقلعه، وتبالي نعاود نديره تاني نعاود نديره ونعاود نقلعه، وربي خلقني يحاسبني. درك قلبك انا منافق حياتك، ما يقولكش صومي يا فلانه طهراوي اش دارت في حياتها؟ هيا صايي انت يا وجدي ربي، انت يا وجدي هذوك الاسئله وكاع، باسكو انت ما عبيكش انا شابيني وبين ربي. بلا انا راني هكا خطره ندير الحجاب، خطره نقلعه، وخطره نفتي عليكم كيما راكي تقولي، وبالك انا ربي يبغيني. هيا ما تطلعوش على بالك، هذا من الحسن تعاون هذوك دي فوق نتفرج هكا دي زانفلونسرز، ولا نقول نورمال ما يهضروش بهذه الطريقه وكاع في لي ريزو سوسيو. مي فريمون تخرجوا الانسان من عقله، ما تخرجوش انسان يحشم قسما بالله، باسكو الانسان اللي يكون فري قبيح وما يصعبش بيكم كاع تقردوها معاه، ولا تقردوها وتجبدوها وتسكتوا. بصح الانسان كي يكون عاقل وانا يا ما قبل ما نلتزم، وكي التزمت ولا في كاع حالاتي الناس كاع تعرفني بلي مربيه، جامي عايت جامي وصلت الناس، بالعكس انا انسان مربيه بزاف بزاف تاع مربيه، سوا بغيتو سوا تكرم. دونك سي بون انا في ان مومون دوني كي نهار لي كان عندي صوالح واحتاجيت ناس توقف معايا، احتاجيت ناس توقف معايا، هذه الضربه زادت حرحرتني وبدلتني بزاف. عرفت بلي ما نمشيش كيما يبغوا الناس، نمشي كيما يقول لي راسي، سوا ندي ناس وخارجه الطريق كاع ماكش اللي يسالني. انا ان مومون دوني كي احتاجيت ناس وليت كي نبعث لي ميساج للناس ولا لي سوا ديزون كانوا يبغوني وما على باليش وكلشي، اللي يخليني في واللي ما يدخلش يقرا الميساج كاع، بصح مين سميه طلعت ستوري بلا حجاب كاع شفتوها، وكاع وليتو تبعتو في لي ميساج وكاع وليتو تفاخروا كلشي. انا نهار اللي احتاجت انسان يوقف معايا وكاع لقيت ربي سبحانه وخواتاتي، لقيت دار ما درت فيك تافي ما لقيت حتى واحد. اما لو واحد ما عنده ما ليه حاجه عندي، واحد ما يقود عليا بزاف في راسي، سي بون نعيش حياتي كيما نبغي، نعيش حياتي كيما نبغي، وما زادي اللي تشوفو كثر من هكا، نعيش حياتي كيما نبغي. دوكا راح تشوفوا هذا لاجون في هذه كي عاود دوكا عاود دارت الحجاب.
نح الاول ما كانش بالحجاب، دارت حجاب ودركا نحاتو ودركا هاي عاودت درتو. فوالا انا زدت كملت في طريقي ولا بصح كي تقبلت وشرحت قلبي وكاع الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. وما انت الانسان ما يأستيش الحمد لله، يعني هدرتي وعاودتي وهدرتي وعاودتي وصح والله كان كاينه نتيجه. هذه تبين لك بلي ما تزيدش كاع تكرهي من هكا، هتقعدي غير تهضري بس عندك اقناع مع الله ما بالك. الحمد لله يا ربي، ولا غير بالك ربي سبحانه داير هذه البركه. انا عادي ما سبحان الله. شوفي اخر مره كي بعثتك جيت نبعث لك شغل، حتى انا بشر يعني دخلت هكا قلت نبعث 300 وبعد قلت وقيلة خلاص شغل راح طفرت. بعد قلت علاش طفرت والله غير نبعث لها. صح شوفي كيما بعثتي لي كيما قلتي لي وحده الهضره شغل انا ديجا لقيتيني صاي ما قدرتش نتحمل هذاك الشيء اللي درته، ما كنتش راضيه على نفسي. كي زادت هضرتك شغل هي اللي كانت التاليه اللي حفزتني والله الحمد لله. سمعنا قلت نكتفي بهذا الصور هذوين عندناهم. كما قلت لكم يا الناس الناس اللي بعثوا لي البارح، انا والله غير انتم بعد يعني اسمحوا لي والله غير قلت لكم واش بيهم هاد الناس هذو يا خويا. هذه حاجه عاديه ان نو ايفينمون هذا ماهوش ايفينمون، هذا ست نو ايفينمون. والمهم كما الطفله هذه الاف كانوا الناس يخلصوا فيهم بعد الدواعش اخرين بالصوارد باش يديروا هذا الشيء، هذا باش يقول لهم دخلوا للناس زعما لبسوا لهم البرقع او زعما يحبوا يديروا حاجه زعما شغل كيبيك يلبسوا الناس. ها يا سيدي معليش نفرضوا يا نفرض ماهيش غير الجزائر اللي يلبسوا البرقع. يا نفرضوا سيدي العالم الكل يلبس برقع. يا سيدي حتى الرجال يلبسوا برقع. واش راح يصرى؟ واش راح يكون؟ برك اعطيوني حاجه راح تبدل، اعطيوني حاجه راح السماء يولي في الارض والارض تولي في السماء، راح يتحل علينا القدر ويهبط علينا ما نعرف شكون، راح السبيطارات نتاعنا راح يتعدلوا وتولي الناس لاباس عليها وتولي فيها الدواء كاين، راح الماكله تكون والعدس يكون عندنا والناس تروح تشري العدس كيما تحب كيما بكري وكذا. راح ما كانش يا جماعه سانا ريان افواغ افيك لا ريليجيون. هاد اللبسه سانا ريان افواغ افيك لا ريليجيون، يكذب عليكم. حنا نلبسو، حنا نقول لكم كانوا نساء لابسين البرقع ماهوش غير مديرين يا مراه اكثر من الدعاره ليت، اكثر من الدعاره. ما صغير حنا ماناش حين نحاسب في الناس، ان الله يسهل عليهم الله يسهل. مي سافي با دير كي تلبس البرقع صايي قال راهي ولات ملائكه. ما كانش منها، ما توليش ملائكه، ما كانش منها، كاش منها سي باسكو لبسه بالك او كونترير بالك مدايره شي هذا بالعاني كيما يقولوا للناس اخرين واحد الهضره هكذا. قال لك من برا مكه ومن داخل بالدعاره. دونك هادو يستغلوا هذا الشيء هذا باش قال هاي مدينه بيكزومبل هاي مدينه. انا قالوا لي على الطفله هذه قال لك على الاول كي دان كانت بالحجاب يتبعوها الناس، كي نحات الحجاب خرجوا من عندها بزاف هذوك للدواعش ومنها ما لقاتش روحها رجعت دارت يدبر راسها تلبس حتى كومبينيزون اللي يسهل عليها. كل واحد يدير واش يحب، ما تبداوش نتوما. انا نكره من نهضر على الناس نقول لكم الحق والله غير حشمه منكم الناس اللي البارح راسلتوني وقلتوا لي تكلمنا على هاد الطفله هذه. سينو انا ما نهضرش على الناس، الله يسهل عليهم. اللي يحب يلبس يلبس، اللي يحب يخرج عريان يخرج عريان، اللي يحب يتكلم يتكلم، اللي يحب يسكت يسكت. سي با مون بروبليم، سي با مون جوغ. انايا باش نبقى نعس انا فلان هذا ها ولبس نروح نهضر عليه قال السيد هذا مش ناس ملاح. يا خويا دبر راسها الطفله هذه الي ليبغ. هاد الطفله هذه بعدا قالت لكم هاي شنو واش قالت لكم؟ قلت لكم نحيتو وكيما قال واحد لبستو ونحيتو وزدت نعاود نلبسو ونزيد نعاود نحيه وندير كيما ظهر لي. اي با لا غيزون دير واش ظهر لها. مي سامبلومون نتوما الفالي با تحكموا على الانسان بالمظاهر نتاعو. نو لي زابارونس سون سوفون ترومبوز. ما تشوفوش واحد لابس هكذا كوستيم كرافات ومن قال هذا السيد هذا عاقل وسان جونتلمان والسيد هذا راهو يكون حاجه كبيره ويكون. ما كاناش اي واحد يقدر ان فويو ان كريمينال يقدر يضرب فيها كوستيم وكرافات ويمشي وينو مشكل وينو. او كونترير سي بور هو بعد يدير الشيء هذا باش يعقب ان ابيرسيو على الناس بتتر.
تلقى واحد لابس بجين وطالق روحه ولحيه ومن على كم ماهوش محفف اللحيه نتاعو منا بالك سيدي هذاك سيت ان كراك سيت ان كراك وتحقر نتايا ونو باسكو هذا هو الشيء نحب نوصله لكم هو لابي ني با حاجه باش تحكموا عليها على الانسان هذه حاجه شخصيه نتاع واحد مي شوفوا انت ما وحده لابسه برقع قال هذه راهي هبطت من عند ربي هذا وين جات راكم غلطين ولا قال هذه راهي ولات ملائكه ماهيش ملائكه خلاص كيما كانت الشيء اللي كانت ديروا والله ما تلبس حتى دوب البرقع ما ديروا دي تلبس 10 برقع على راسها دير شريك اذا كانت دير في حوايج تكمل دير معاه دير فيهم وكي تضل وحده مين يجيب وما ديرش والله لو كانت تديها تبيتها في غازارنا بعد ما تخافش عليها ما دير والو برونكي تلبس باسكو تشتي تحب تشتي لا مين يجيب سيتو تلبسها نورمال فو با تشوفوا المظاهر قال السيد هذا لبس هكذا راهو هك ولا هذا ماهوش ملبش هذا يكون والله مسكين هذا يقول نو كانوا دي بروفيسور نعرفهم انايا والله عاطي والله لا على بالو والله دي بروفيسور يا جماعه باش نقول لكم انا والله العلي العظيم شوفوا تقول ما عندوش حتى باش يشري صباط ولا يشري سروال علاش يحب يعيش كيما هكا تبان له باللي لازم يكون ديما هكذا وخلاص ما حتى الناس يقولوا يا ولدي ساعات يقولوا ولدي وعرس وعلاه ما تلبش ولا يقول يا ولدي انا نشتي هكا وخلاص تروح دي ميدسان تلقى دي ميدسان قسما عظما دي ميدسان وجهه مقود ما يحفوش البيرو نتاعو مقود اللبسه نتاعو طالق روحو ميدسان مي عنده دون لا تيت عنده في راسو هذاك وي هذا سي اون بيرسوناليتي باسكو سي ميدسان يعرف يدير مي ما تشوفليش انايا واحد لابس لي انا جو سي با واش كيما قال واحد راه لابس كوتشين 3 بياس وضربها طالق روحو 4 بانكل وما نعرف واش ومن هنا سي راجل صباطو وكذا قال السيد هذا راهو نو نو هذه غلطه كبيره فوالا دونك اني جاوبتكم الناس اللي بعثتوا لي على هذه الطفله اللي ما نعرفهاش على كل حال وما نحبش نعرفها وما نحبش نهضر على الناس على كل حال مي انا نعطيكم نصيحه لي سي طومبي هالفكر هذو ما يجيبو لكم والو روحوا تبعوا حوايج اللي يكونوا يخرجونا من المشاكل اللي يخرجوا الجزائر من المشاكل اللي افونسيونا عند نعطوا لي وحده كاش ما كان دارت حاجه انفونتي كيك شوز باغ اكزومبل لقيت لنا دواء نتاع كانش حاجه ولا لقيت لنا ولا درت لنا جو سي با ايكواسيون هكذا ماتيماتيك ولا حاجه اللي بكري ما نعرفوهاش ولا كش ما كان هذوك الناس وين تبعوهم مي وحده مسكينه تلبس وتنحي سي لا مود نجي قدر هذوك غدوه تجي خارج لنا بالميني جيب سي سون بروبليم الي ا توت ا لور